السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن قناة السويس. قناة السويس تعتبر أهم المشروعات اللي ظهرت بعد سقوط نظام الاحتكار، وده طبعا راجع لربط البحرين الأحمر والمتوسط، وهي بهدف تسهيل مرور التجارة بين الشرق والغرب، بين تسهيل مرور المواد الخام من الشرق إلى دول الغرب للإنتاج. في الأول رفض محمد علي مشروع قناة السويس، وقال لا أريد بسفور في مصر. خوف من إيه؟ خوف من التدخل الأجنبي زي ما حدث في مضيق البسفور التركي. وفعلا لو وافق محمد علي على مشروع القناة كان هيحصل تدخل أجنبي في عصر محمد علي، لكن في عهد سعيد باشا وافق على منح حق امتياز حفر قناة السويس لصديقه في الدراسة فرناند ديليسيبس، مع احتكار استثمارها لمدة 99 سنة من تاريخ افتتاح القناة 11 نوفمبر 1869. بمعنى كان شروط الامتياز ايه؟ تحفر الشركة الفرنسية قناة مالحة بتربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وترع عزبة تربط بين النيل والبحر الأحمر. تنتفع الشركة بالقناة لمدة 99 سنة من بدء افتتاحها نوفمبر 1869، وتتنازل مصر عن الأراضي اللازمة لحفر قناة السويس وترعة الإسماعيلية دون مقابل والإعفاء من الضرائب كمان. طيب، وكمان تتنازل مصر للشركة عن الأراضي المحيطة بالقناة القابلة للزراعة، وتعفى من الضرائب أيضا مقابل إيه؟ تعويض أصحاب الأراضي. تقدم الحكومة المصرية 4/5 العمال من المصريين، يعني أربع أخماس العمال كانوا مصريين اللي هم عملوا في الصخرة. تستخرج الشركة المواد الخام من المحاجر الحكومية دون دفع أي ضرائب. تحصل مصر بقى على إيه؟ على أرباح قدرها 15% من صافي الربح. تملك مصر 44% من أسهم قناة السويس، واستخدمت لتسوية الديون فيما بعد. طب بالنسبة للأوضاع الاجتماعية، أطلق سياسة الباب المفتوح في المجالات الاقتصادية أثره على طبيعة القوة الاجتماعية. بالنسبة للصناعة، تدهورت الطوائف الحرفيين ومكانة شيوخ الطوائف، تناقص دور التجار المصريين المحليين لحساب لحساب الوكالات الأجنبية. كمان برزت طبقة كبار ومتوسطي ملاك الأراضي، وبدأوا يشاركوا في الحياة السياسية. طب ايه اثر معاهدة لندن وسقوط الاحتكار على النهضة التعليمية؟ اول حاجة ساءت احوال المدارس، قل عدد المدارس بسبب اغلاق الكتير منها والغاء ديوان المدارس، قل عدد البعثات التعليمية لاوروبا وتوقف تقريبا في عهد عباس، دخلت الاستثمارات الاجنبية في مجال التعليم حيث أنشأ الأوروبيون المدارس التبشيرية الحديثة، مما زاد من ازدواجية الفكر والثقافة عند المصريين. طب في عهد إسماعيل أعاد الاهتمام بالتعليم على النسق الأوروبي، وقام بالاهتمام بالتعليم البنات وإنشاء لهم مدرستين في القاهرة، الاهتمام بالتعليم الصناعي والزراعي والمحاسبة، ثم المدارس الابتدائية والثانوية. وكان بيحضر حفلات تخريج الطلاب لتشجيعهم ومنحهم الجوائز. وبكده نبقى خدنا اثر سقوط الاحتكار على النهضة التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.